زينة قررت انها تسترجع مع متابعيها على انستغرام ذكريات طفولتها مع مسلسل الاطفال كوكي كاك. زينة نشرت لقطة من المسلسل وكتبت في التعليق عليها: حد فاكر كوكي كاك وماما نونو ولا انا بس اللي فاكراها؟ كنت بحبها قوي ومؤثرة في شخصيتي جدا لحد دلوقتي. جمهور زينة اكدوا ان هم فاكرين العمل وكمان بيحبوه جدا.